السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين يا أحلى متتبعين؟ لاباس عليكم بخير مزيان، كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وبصحة جيدة يا رب العالمين. فيديو جديد في القناة سليعة غزالة الجديد كيف ما معوداكم ديما. ما كنبغيش نشارك معكم شي حاجة اللي هي ديجا معوداها. الجديد الجديد ايه الجديد، اللي باقي ما داش لايك يهبط يدير لايك، اللي باقي ما اشترك في القناة اش كتسناه هبط اشترك في القناة وفعل زر الجرس. فيديو عطر للرجال والنساء، اللي باغي شي حاجة مرحبا ومئة الف مرحبا. الرقم الهاتف هو راه فيه الواتساب. الناس اللي باغين يجيو المحل، المحل كيتواجد في مدينة سلا القرية حي البركة سيكتور 4 زنقة سيدي عبد الله بن حسين. رقم المحل 10 محل عطور ريم شاري معروف بعمل الخمار. شاري معمل الخمار غيتوصلو حدا شارع معمل الخمار. اللي سولتو على المحل ديال الضخامات غادي يوريكم المحل. هو نورمالمون الاسم ديال المحل عطور ريم او بارفيم ريم، ولكن معروف 20 عام دابا بمحل الضخامات. اللي جا المحل مرحبا 100 الف مرحبا. ما لقيتيش انا تلقى الزوج ديالي في المحل. نبداو اليوم عطور بديله العطور الفرنسيه، وكاينين عطور شرقيه. هنايا كاين العطور ديال لطافه، العطور ديال فراغرونس وورد، والعطور ديال ميزون الهمبرا. العطور ديال ميزون الهمبرا تابعين للشركه ديال لطافه وديال فراغرونس وورد، شركه اماراتيه حتى هي. كيحط لكم بدائل ديال العطور الفرنسيه، عطور كلها اصليه 100%. ما تكملناش تخافي من هذه القضيه، هذه الثمن كل واحد كيبغي يبيع بالثمن اللي قالها ليه راسو. كاين اللي كيبغي يرضى بربح اللي هو قليل، وكاين اللي كيكبر كرشو عليهم. المهم اليوم جبت لكم اثمنه جد مناسبه، اللي بغات اي حاجه تواصل معايا المدن اللي بعادين. راه حنايا كنديروا الارسال جميع المدن المغربيه، الثمن ديال توصيل في امان 40 درهم. والخلاص قبل التوصيل نبداو على بركه الله باول عطر، اللي انا براسي شحال وانا كنتسناه. الناس اللي كيعشقوا الريحه ديال العود، عطر صاحب عطر ديال العود كيف ما كتشوفوا. واي عطر شاركت معكم غنخلي لكم هنايا صورته عن قرب، بلاتي اختي نشاركوا معكم بعدا. انت كيفاش كيوصلك؟ ها كيفاش كيوصلك اختي؟ ها هو كيف ما كتشوفوا من شركه ديال ارض الزعفران. كيف ما كتشوفوا هذا الصبع هذا ضربته هنايا، كنت كنقي الدجاج وقسمته من هنايا دايره لي سبالادرا. المهم الى شنو ما تخدموش راه مضروب. ها انتم، ها هو العلامه المائيه ديال شركه ديال ارض الزعفران، اللوغو ديال الشركه، السيري ديال الشركه. عطر اللي هو غزال. الناس اللي كيبغوا ريحات شي شويه قاسحين، هذا غزال بزاف. انا نفتحه معكم باش تشوفوه عن قرب. كيف ما كتشوفوا كيجي معاه الدفتر ديالو هنايا، او الورق ديالو هنايا، فيه جميع الصور ديال العطور ديالهم باش كتعرفوا هكايا، او الكتالوج باش كتعرفوا على العطور اللي عندهم. والعطر كيجي على هذا الشكل هذا، لومبالاج ديالو جهه واحده كتجي شفافه كيف ما كتشوفوا، باش كيبان العطر كي داير. شوفوا العطر كي داير، راه عطر غزال. وغلاقه ديالته ديال العود، لومبالاج خطير. راكم عارفيني انا ملي كنجيب لكم شي حاجه راه مكرهت نجيب لكم احسن ما كاين. يعني اي حاجه عشقتها كنبغي نجيبها للمحل. شوفوا لومبالاج كي داير، صورتو انا خليها لكم هنايا عن قرب. شوفوا لومبالاج كي داير غزال، هذا تعطيه كادو غزال كيف ما كتشوفوا. الاسم ديالو صاحب، والثمن ديالو ما كاين لا 300 ما كاين لا 250 اختي، 150 درهم. الناس اللي كيبغوا ريحه شي شويه قاصحين ديال البرد وفي ريحه ديال العود، هذا راه فيه ريحه العود وريحته شي شويه قاصحه. رشيته قبيله هنايا، عرفتي راه ملي كيبرد ريحته غزاله بزاف. الثمن ديالو 150 درهم وثابت. البنات اللي كيسولوا عطور اللي ثابتين، ثابت اختي ثابت. المهم الثمن ديالو 150 درهم. اللي بغى يتواصل معايا مرحبا و100 الف مرحبا. ندوزو لثاني عطر الباح بزاف د الناس والدراري والبنات اللي جاو عندي المحل. كنعتذر منكم، السلعه راه ملي كتجي كتكون تباكله فيها كونتيتي، ولكن تباكله ما شاء الله دغيا كتباع. اللي بغات اي حاجه وكانت غادي تجي المحل تواصل معايا في التليفون، نجمع لك السلعه ديالتك واجي باش ما تضربيش الطريق غير هكاك. ديما تنقولها لكم الناس اللي جاوا الباح على عطر ديال الخمره. البارح درت لكم فيديو حطيت لكم في الصباح، جاوني لي كوموند. كاين البنات اللي واخدين كاع زوج ثلاثه، الدراري عاوتاني كذلك حتى هما. الثمن ديالها 180 درهم. حاليا راها متوفره في المحل حيت جاوا ناس العشيه وما لقاوهاش. حاليا راها متوفره في المحل، اللي بغاها يجي مرحبا بيه 100 الف مرحبا. او الا كان غيتعطل يتواصل معايا في التليفون هو الاول باش نقول لك السلعه واش متوفره ولا ما بقاتش في ستوك. كيف ما كتشوفوا ها هي عطر خمره للرجال والنساء،
ديجا شاركتها معكم البارح. غنخليكم الصوره هنايا مفتوحه. الثمن ديالو 180 درهم من شركه ديال لطافه، كيف ما كتشوفوا العلامه المائيه، العلامه ديال الشركه. الثمن ديالو 180 درهم للرجال والنساء، ها هو باين هنايا في الصوره مزيان. ندوزوا لحاجه واحده اخرى، ندوزوا اختي الجديد، ندوزوا الجديد. كنت شاركت معكم براون اللون الاحمر، دابا دخلت اللون الابيض ديالها ودخلت اللون البنفسجي من شركه ديال فرانك رونسورد. عطور اللي رائعين بزاف، غنخليكم الصور ديالهم هنايا في الجناب. عطور فرنسيه 100%، البنات اللي كيبغيو ريحه حلوين، هذه ريحتها حلوه، هذه حتى هي، هذه ما بين وبين. والثمن ديالهم 150 درهم البنات، كيف ما كتشوفوا العلامه ديال الشركه، العلامه المائيه والكودبار، وريحتهم غزاله، ريحتهم واعره البنات. فيها اللون الابيض، اللون البنفسجي، واللون الاحمر. ديجا فتحت معكم وحده، انا غادي نشارك معكم الشكل ديالها كيفاش كيجي، وكيجي معاها الجدرو ديالها كهديه لداخل باش تكونوا عارفين. ها انتم البنات، ها الجدرو اللي كتجي معاها، وها العطر كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي فيها الديكورات هادو في الجنب. ريحته غزاله، ريحته حلوه البنات اللي كيبغوا ريحه هكا حلوين. وكتجي من الفوق مطبوعه الشركه ديال فرانك رونسورد، لومبالاج ديالهم غزال وريحه غزاله. والثمن ديالهم 150 درهم البنات. ندوزوا لحاجه واحده اخرى حيت هذا الفيديو هذا راه فيه السلعه، خاصني نزرب شي شويه. ندوزوا لحاجه واحده اخرى يا البنات، البنات اللي كيسولوا على بديله ديال اولمبي، راني دخلت لكم شكل واحد اخر. ديجا استفت لي استفت وقديت لي قديت، انا غادي نشارك معكم بسم الله. كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. ها نتوما فلور اولمبيا، هذه ديجا اصلا كاتبين فيها اولمبيا. هادو الشركه ديال فرانك رونسورد ما عندهمش المشكل بتاتا، كيحطوا لك نفس الاسم ماشي بحال ميزولهم برا، ميزولهم برا كتبدل شي شويه في الاسم باش ما تطيحش في شي مشكل غدا ولا بكره. المهم راه نفس المكونات. الناس اللي ما كيعرفوش الشركه ديال فرانك رونسورد واللي ما كيعرفوش الشركه ديال ميزون همبرا، يدخلوا يبحثوا عليها في جوجل. العطر في العوض اللي غتاخدي العطر ب 1500 2000 درهم 3000 درهم، كتاخدي الثمن اللي هو مناسب. علاش هما ما كيبيعوش لك اسم ديال الشركه؟ راه ملي كتاخذوا شي مكون غالي راه ماشي البرودوي اللي غالي، راه لا، راه الاسم ديال الشركه هي اللي يعني السمعة ديال الشركة والاسم ديال الشركة، داكشي علاش كيرتفع الثمن ديال المنتوج. اما هما كيحطوا لك نفس المكونات، نفس الثبات، نفس كل شيء، غير الثمن اللي هو ديال داك البرودوي، فهمتوا كيفاش؟ المهم بالنسبة لأولمبيا هي راه موجودة، غنخليكم بديلة ديالتها هنايا من شركة ديال أولمبيا، والثمن ديالها 125 درهم من شركة ديال فرانك رونسورد. العلامة المائية والكود بار اللي تنقول لكم ديما. وبالنسبه للميل هادو فيهم 80 ميل، اولمبيا فيها 80 ميل، والثمن ديالها 125 درهم. ندوزو لحاجه واحده اخرى، كاينه فيها هذاك الشكل وكاين فيها هذا الشكل هذا، حتى هي اولمبيا. وكل حاجه غنحط لكم بديله ديالتها، حتى هي من شركه ديال فرانك رونسورد. العلامه المائيه وتا هي فيها 80 ميل، وغادي نفتحها معكم اختي، غادي نفتحها معكم ماشي مشكل، انا غادي نفتحها معكم باش تشوفوها عن قرب كي دايره، حيت داخله عندي كونتيتي فيها مدخله فيها السلعه. لومبالاج خطير، لومبالاج غزال، شوف ها كيفاش دايره. ها هي مطبوعه هنا الشركه، اللوغو ديال الشركه، ريحتها غزاله، عندي جات شميتها قبل ما نجيبها، ريحتها غزاله واعره البنات. شوفوا انا من داك النوع، راكم كتشوفوني كيبقى ياكلني فيه بزاف، انا ملي كنرش الريحه وما كياكلنيش النيف ديالي، ريحه غزاله يعني ما كتحرقكش في النيف. انا من داك النوع اللي شمي شي حاجه ماشي هذيك، ولا وقف حدايا شي واحد ودير شي ريحه ماشي هي هذيك، النيف ديالي كيبقى ياكلني. المهم ها نتوما غزاله، ثمن 125 درهم. اللي بغى شي حاجه، اللي بغى يجي للمحل يجي مرحبا، و100 الف مرحبا. اللي باغي التوصيل راه حنا كنصيفطوا لجميع المدن، الثمن ديال التوصيل 40 درهم والخلاص قبل التوصيل. ندوز اختي لحاجه واحده اخرى، ها الجديد، ها الجديد يا اختي، وها الجديد. الناس اللي كيسولوا على هذا العطر هذا، هو راه دخل بكميه اللي هي تبارك الله رائعه كيف ما كتشوفوا، ها هو. والثمن ديالو 130 درهم من شركه ديال ميزو الهمبرا، عطر اللي هو فرنسي، حتى هو بديل ديال العطور الفرنسيه، حتى هو غادي نخليكم بديل ديالو هنايا. هذا اول مره غادي نجيبو لعندي المحل،
نفتحوها اختي نفتحوه ها انت اختي كيجي على هذا الشكل هذا ها كيفاش كيجي سمحوا لي بلاتي نفتحو بلاتي ها كيفاش كيجي على هذا الشكل ها لومبالاج ديالو كتجي هنايا فيه ميزون برا القدام وهنايا مطبوع فيه اسم ديال المنتوج سميتو مارغوتيك فلاور مارغوتيك فلاور هاد هاد العطر هذا جديد اول مره غادي نجيبو المحل صبروا لي اختي نشم ريحته ريحته غزاله ريحته غزاله البنات اللي ما كيبغوش الروائح قاصحين هذا ريحته ما قاصحاش ريحته خفيفه وريحته غزاله البنات اللي ما كيبغوش الريحه قاصحين باغي الريحه ديال كل نهار ديريها يوميا تخرجي بها مع هذا العطر هذا من ضمن العطور اللي ديريه يوميا والثمن ديالو جد مناسب اللي بغاتو تواصل معايا مرحبا ويا الف مرحبا ريحته غزاله ريحته غزاله البنات ريحته غزاله الثمن ديالو راه جد مناسب تقدروا تدخلوا وتبحثوا عليهم في بلايص اخرين وتشوفوهم بشحال كيحطوهم عندنا هنايا سالفو البنات السيده اللي جات البارح هي صاحبتها تحيه لكم من هنايا جايه بعيده مسكينه باغا خدات ديجا خدات العطور وبغات من ضمنهم سالفو وكوكو موازيل اللي هي بديله ديال كوكو مادموزيل ولكن راه ما بقاش عندي وسلع انا ما كنعرفش وقتاش غادي تدخل يعني تقدر مثلا ملي تندفع كوموند تقدر تدخل غدا تقدر تدخل السيمانه الجايه تقدر تدخل من بعد جوج سيمانات على حسب المهم هاي راها حاليا راها دخلت المحل سالفو اللي هي بديله ديال سوفاج جو بغات تاخذ الزوج ديالها غنخليكم بديله ديالها هنايا الثمن ديالها 125 درهم من شركه ديال ميزو الهمبره العلامه المائيه ديال الشركه سالفو من ضمن العطور اللي لقينا عليهم واحد الاقبال في المحل اللي رائع بزاف عندكم هي وعندكم عطر ديال بيرسيس وبديله ديال تيغ دغماس اللي هي تورو لقينا عليهم واحد الاقبال اللي زوين بزاف بالنسبه للعطور ديال ميزو الهمبره والثمن ديال سالفو 125 درهم من شركه ديال ميزو الهمبره ندوزو لحاجه واحده اخرى البنات اللي جاوا البارح على قبل اولمبيا وما لقاوهاش هي راها دخلات وديجا شفت اللي شفت وحطيت لكم هنايا بسم الله وانا غادي نشاركها معكم باش تشوفوها اولمبيا من ضمن العطور تبارك الله حتى هما اللي قلت لكم اولمبيا مودرن ميسك من ضمن العطور اللي عليهم اقبال حتى هما بالنسبه للبنات انا غادي نشاركها معكم وتشوفوها والثمن ديالها 130 درهم هي البديله ديال مونتال ميسك هذه مودرن ميسك بديله ديال العطر ديال مونتال ميسك غنخليكم صورته هنايا والثمن ديالها 130 درهم من شركه ديال ميزو الهمبره العلامه المائيه والكود بار ديال الشركه والثمن ديالها 130 درهم انا غادي نفتحها معكم باش تشوفوها مفتوحه ها نتوما البنات ها الشكل ديالها تبقى الاصل لا في الريحه لا في الثبات لا في كل شيء اللي بغاها مرحبا و100 الف مرحبا مراها متوفره حاليا في المحل البنات اللي كانوا كيسولوا مالكه علاش ما جبتيش لينا البديله ديال ايدول منين جبتيها ما عاودتيش دخلتيها البنات راه السلعه كتدخل كتباع السلعه كتدخل كتباع هي حاليا راها موجوده في المحل اللي بغاها مرحبا و100 الف مرحبا بديله ديال ايدول اللي هي برايد من شركه ديال ميزو الهمبره غنخليكم بديله ديالتها هنايا البنات اللي باغين يعرفوا الشكل ديال البديله ديالتها ديجا ايدول راها معروفه ايدول لونكم راها معروفه ها لومبالاج ديالها اللوغو ديال الشركه العلامه المائيه والكود بار وغادي نفتحها معكم اختي حتى هي جبتيها كميه مزيانه اللي بغات شي حاجه مرحبا هذا اللي كنفتح البنات راه ماشي تيستور هذا اللي كنشارك معكم باش كتشوفوا الصوره عن قرب وكتشوفوا المنتوج كي داير ها نتوما البنات ها نتوما شتي داك الخوا اللي كيبان لكم هنايا ها نتوما راه العطر ما كيجيش عامر مع الغلاقه ها نتوما كيجي هنايا منقوش ها نتوما اللومبالاج ديالو حيت كاين اللي كتجي كتشوفوا شويه ناقص من هنا كتقول لك لا اختي هذا راه تيستور ها انت اختي هاو فتحته معاك الثمن ديال ايدول 125 درهم اللي هي بديله ديال العطر ديال برايد البديله ديال العطر ديال ايدول ندوزو لحاجه واحده اخرى الدراري اللي واحد السيد جا البارح وتقلق سمح لي بزاف انا راه تنقول لكم السلعه كتدخل كتخرج اللي بغى شي حاجه ولا كان جاي من بعيد يتصل بيا يعلمني ويجي المحل مرحبا بك كان باغي رمز لطافه ديال الدراري ولكن ما بقاتش ليا انايا حيت باش شاركتها معكم وقال لي الفيديو راه جديد يعني نورمالمون خاص تكون
راه كاين اللي كيجي كياخذ 6 7 باش تكونوا عارفين وكيعاودوا فيهم البيع. يعني ما يتقلقش واحد الا جا وما لقاش السلعه كاينه في المحل. السلعه راه كتدخل وكتخرج. ها هي حاليا دابا مدخله 4 ديال الكراتن. هذه غير وحده اللي غادي نشارك معكم. تقدر تجلس يومين ثلاث ايام ما تبقاش. يعني اللي بغى شي حاجه راه ماشي تنقولها غير هكاك. يعني اللي بغى شي حاجه باش تدخل تقدا ولا اللي بغى شي حاجه يتقداها مرحبا. اللي غادي يجلس يومين ثلاث ايام وعاد يدفع كوموند ولا يجي المحل يسبق لي انا يتصل بيا يكونفيرمي معايا لا كوموند ديالو اللي بغا سلعته نوجدها لي باش من يجي ما يديش ويجي بطريق غير هكا. ها انتم ها هي رمز اللطافه ديال الدراري. ها هي راها موجوده بكميه اللي هي مزيانه. اللي بغى شي حاجه مرحبا. الشركه ديال اللطافه العلامه المائيه والسيري ديال الشركه عطر اللي هو عليه اقبال كيبغيوه الدراري بزاف بزاف من شركه ديال لطافه والثمن ديالو 130 درهم. اللي بغاه مرحبا و100 الف مرحبا. كاين هو وكاين حتى ديال البنات. حتى ديال البنات هو راه دخل والثمن ديالها 130 درهم. ها هي ديال البنات الثمن ديالها 130 درهم. اللي بغات اي حاجه تواصل معايا مرحبا و100 الف مرحبا. ندوزوا لحاجه وحده اخرى اختي. ندوزو اللوز ديال سلا. ندوزو اختي اللوز. ندوزو الحاجه اللي كيسولوا فيها الناس بزاف كيف ما كتشوفوا. ها الاولى ها الثانيه وها الثالثه وديال العود. ما بقاتش عندي ديال العود بلاتي انا شارك معكم. بقات عندي ولكن بقات عندي فيها كميه قليله. بقات عندي اختي كميه قليله. ها نتوما اختي ها اللوز اللي بغات شي حاجه. هاي شي حاجه اللي هي رائعه. هانتي اختي هاي السلعه. الثمن ديال بكرات روج 125 درهم. بكرات عود 125 درهم. هذه اللي في الموطارد 125 درهم. هذه اللي في البيض 125 درهم. كل حاجه غنخليكم بديله ديالتها هنايا مع الصوره ديالكم. راكم كتعرفوا عطر ديال بكرات روج شي حاجه اللي زوينه. هذه نسينا هاي شي حاجه اللي هي غزاله ورائعه والبنات ما شاء الله كيتقداو منهم كميه اللي هي زوينه. اللي بغاتها تواصل معايا مرحبا و100 الف مرحبا. كاينين بعض العطور مثلا هذه ديال العود بقات فيها كميه قليله وهذه حتى هي. والاخرين راه متوفرين حاليا في المحل. اللي بغى اي حاجه مرحبا و100 الف مرحبا. اي وحده غنخليكم بدائل جوله هنايا في الجن ولا غادي نفتحها معكم ديجا باش تشوفوا المبالاج. حيت هذه بعدا اول مره غادي نجيبها للمحل. الباكات هذه اللي في الموطاد هذه اول مره غادي نشاركها معكم. ملي كتحلوها كتحلوها هكا هي ها المبالاج ديالها كيف ما كتشوفوا من الشركه ديال فرانغرونس وورد العلامه المائيه. ها المبالاج ديالها كيجي على هذا الشكل. انا غادي نفتحها معكم باش تشوفوها عن قرب. ريحتها غزاله. انا ديجا شامها ريحتها غزاله غزاله غزاله. شوفوا المبالاج كي داير. شوفوا المبالاج كي داير كما كتشوفوا من الشركه ديال فرانغرونس وورد. كاين الشكل الاول هو هذا. كاين الشكل الثاني هذه ديال كريستال باكات كريستال. ها هي انا غادي نشارك معكم حتى هي من الشركه ديال فرانغرونس وورد. نسيت ما وريتكم لها علامه مائيه الاول. هذه في البيض يا ما غادي تبان لكم مزيان. ندوزو انتم هنا دابا غادي تبان مزيان. ها هي كيف ما كتشوف العلامه ديال الشركه والعلامه المائيه. ها هي فهاد المبالاج هذا. ها هي البنات هاي كنتمنى تبان لكم. والكود بار ومن الداخلها كيفاش كتجي. هانتي اختي الشكل ديالها كتجي على هذا الشكل هذا. اي وحده غنخليكم بديله ديالتها. ريحتها غزاله وكلهم مطبوعين فيهم. ملي كتفتحوهم في الغلاقه من الداخل مطبوع فيهم اسم ديال الشركه. بلاتي اختي بلاتي ريحتها غزاله. ريحتها البنات غزاله واعره خطيره. البنات اللي تيقولي لي كيفاش قالت قال اختي خطيره. خطيره ريحتها خطيره. والثمن ديالهم 125 درهم. هذه ديجا ديال العود ديجا كنت حليتها معكم. بلاتي نشوفها فينا هي. ما عقلتش كاع فينا هي كاع فين حطيتها. المهم هذه ديجا حليتها معاكم. هذه الحمراء ديجا شاركتها معاكم. غادي تدخل تلقاوها في الصور هنايا مع البدائل ديالها. هذه البيضه حتى هي والثمن ديالهم 125 درهم باش تكونوا عارفين. هادو راه معروفين 180 درهم شحال كيبيعوهم الاغلبيه 180 درهم. حنا كنديرو لهم 125 درهم. بالنسبه للعطر ديال بديل ديال ليبغ إيف سان لوران هي راه موجوده في المحل
والثمن ديالها 125 درهم من الشركه ديال ميزو الهمبرا العلامه المائيه. ريحتها هي غزاله. هذه بلا ما نشكرها بزاف حيت ديجا راكم عارفين كي دايره. انا غادي نفتحها معكم باش تشوفوها عن قرب. ها هي من الشركه ديال ميزو الهمبرا. ها هي عن قرب كيف ما كتشوفوا. ها المبالج ديالها كيجي على هذا الشكل هذا، وحتى هي فيها 100 ميل تقريبا. الاغلبيه ديال العطور كلهم فيهم 100 ميل، حتى هادو ديال باكارات روج حتى هما 100 ميل. كلهم الاغلبيه كلهم فيهم 100 ميل من غير عطر ديال صاحب اللي فيه بلاتي. انا غادي نقول لكم عطر صاحب شحال فيه من ميل. عطر صاحب فيه 70 ميل البنات، عطر صاحب فيه 70 ميل. عطر البدائل ديال اولمبيا فيهم 80 ميل. اما ما تبقى كل شيء 100 ميل. ندوزو لحاجه واحده اخرى. الناس اللي كانوا كيسولوا على عطر ديال الي صعب راه دخل بكميه قليله، اللي بغاه مرحبا و100 الف مرحبا. ها هو بديل ديال العطر ديال الي صعب. نخليكم بديل ديالو هنايا من شركه ديال ميزو الهمبرا العلامه المائيه، والثمن ديالو 125 درهم. اي 125 درهم في العوض اللي غتاخدي عطره ب 3000 درهم 125 درهم. البديل ديالو راكم عارفين راه كيبيعوا، راه الاسم ديال الي صعب راه ما ساهلش باش غادي يطلع لك الاسم ويتعرف. تبارك الله ما شاء الله، راه لي برودوي باش تكونوا عارفين راه الاسامي هما اللي كيتباعوا اغلى من المنتوج. ها انتما كيف ما كتشوفوها هو بديل العطر ديال الي صعب. ها لومبالاج ديالو كيجي على هذا الشكل هذا، عطر اللي هو غزال بزاف وثابت. الناس اللي كيسولوا على العطر، عطر قريب شي شويه من العطر ديال مزاجي باش تكونوا عارفين. هذا العطر هذا شي مزاجي راه قريبه شي شويه العطور ديال هاد النوعيه هذه ديال الي صعب، والثمن ديالو 125 درهم. البنات اللي كانوا كيسولوا على العطر ديال الفخر اللطافه، راه دخل حاليا المحل والثمن ديالو 150 درهم للرجال والنساء. ها انتما البنات، ها هي ديال النساء وهي ديال الرجال، والثمن ديالهم 150 درهم حاليا راه متوفر، حيت هذه ديجا كاينه وهذه ما كانتش بقات. ها هي الله دخلت المحل 150 درهم. لومبالاج ديالهم خطير، غايبان لكم هنايا في الصوره. كيجيو على هذا الشكل هذا لا تختي، هاو كيجيو بزوج بهم على هذا الشكل هذا. ها لومبالاج ديالهم، والثمن ديالهم 150 درهم. اللي بغات اي حاجه تواصل معايا على الراس والعين. هكا كيكون تسالى الفيديو. كنتمنى نكون شاركت معكم كل شيء. هكا كيكون تسالى الفيديو، كنقول لكم بالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. اللي بغات تجي المحل جي مرحبا و100 الف مرحبا. المحل كيتواجد في مدينه صلاح القريه حي البركه سيكسور 4 زنقة سيدي عبد الله بن حسين رقم المحل 10 محل عطور ري. واللي بغاتني نصيفط ليها على الراس والعين، حنا راه كنديروا الارسال مع لاجونس ديال امانه. الثمن ديال التوصيل 40 درهم والخلاص قبل التوصيل. كنتي كتسكني داخل المدينه كتوصلك السلعه حتى للدار، كنتي خارج المدينه كتاخديها من لاجونس. يلا بالسلامه عليكم. بعدا اللي باقي ما داش لايك تهبط دير لايك، واللي باقي ما اشتركش في القناه تشترك في القناه. اش كتسني؟ باقي ان شاء الله الفيديوهات غزالين وباقي العطيطي. يلا بالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.